سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنكمل ما كنا بدأناه من الكلام على الأخبار. السبوت واضح لكم؟ كنا نتكلم على الكلام على السنة النبوية في سنتها، أو كما قالوا كنا نتكلم على الأخبار. وصلنا إلى الباب الثاني في الجرح والتعديل. طبعا الأصوليون يدرسون ذلك لأن السند مهم، لأن السند هو الذي يتأتى به الثبوت، والكلام في الثبوت كلام أصولي. يعني إذا كنت تتكلم عن ثبوت الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون من قبيل ما يعتني به الأصولي، لأن الثبوت مهم في نسبة الحديث إلى رسول الله حتى يمكن الاعتجاب به وحتى يمكن استنباط الحكم منه. تفضل سيدي. باب القول في الجرح والتعديل. وجملته ان الراوي لا يخلو اما ان يكون معلوم العداله او معلوم الفسق او مجهول الحاله. فان كانت عدالته معلومه كالصحابه رضي الله عنهم وافاضل التابعين الحسن وعطاء والشعبي والنافعي واجلاء الفقهاء كمالك وسفيان وابي حنيفه والشافعي واحمد واسحاق ومن يجري مجراه وجب قبولهم قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته. لماذا يا جماعه؟ لان ذلك الراوي معلوم العداله، والعداله هي ملكه في النفس تمنع من ارتكاب الكبائر او الاصرار على الصغائر او فعل ما يخل بالامور. هؤلاء العلماء قد شاع حبهم في الامه، قد اعترف بعلمهم ومكانتهم كل المنتسبين للاسلام. اذا كتب الله تعالى لهم القبول في الطاعه. الصحابه هؤلاء رضي الله عنهم، والتابعين هؤلاء التابعون هؤلاء خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم. خلي بالك السلف الصالح يجمعهم هذا الحديث، حتى الأئمة الأربعة كانوا في عصر التابعين، ذلك العصر الذي كان مفضلا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السلف قال خير القرون قرني، تعالوا نشوف كده كلمة قرني، قف أبو بكر الصديق، الراء قرن عمر، قرني عثمان، مين أياء علي بن خير قرون إيه؟ هذه من الإشارات اللطيفة، صح؟ ومن الإعجاز النبوي، صح ولا لا؟ ها؟ ومن يعني الأشياء التي تكون أتت على وفق المراد الإلهي، صح؟ التوفيق النبوي، صح ولا لا؟ خير القرون قرني، نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم تفضل. وزادت المعتزلة والمبتدعة إلى أن الصحابة فساق. نعوذ بالله تعالى من ذلك القول، نستغفر الله تعالى من أن ينسب إلى أحدنا كثيرا، صح ولا لا؟ لا ينسب لنا هم الذين قتلوا علي بن ابي طالب من اهل العراق واهل الشام حتى اجترأوا ولم يخافوا الله عز وجل واكرهوا هذا القول على طلحه والزبير وعائشه، وهذا قول عظيم في السلف. ايوه هذا قول ايه؟ عظيم، يعني انه كانه يقول انه يعني فريه كبيره وذنب للمغتفر ان تقول على الصحابه الكرام هذا القول.
نعم. والدليل على فساد قولهم ان عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم. عدالتهم وإصرارهم. نعم. نزاهتهم قد عرفت فلا يجوز ان تزول عما عرفنا الا بدليل قاطع. والله تعالى قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضى عنهم. صح. النص الكريم. احرص الايه الكريمه. نعم. ولانه لم يظهر منهم معصيه اعتمدوها. معصيه معصيه منهم معصيه. معصيه اعتمدوها وانما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين، ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابه والتابعين رضي الله عنهم عن معاونه علي بن ابي طالب واستعفوا عن القتال معه. استعفوا استعفى. استعفوا يعني يا ولاد للعفه، وهي العفه اللي هي ايه؟ الكف. انا اعف عن كذا يعني اكف عن الخوض فيه. استعفوا عن القتال معه لما لما دخل عليهم من الشبهه في ذلك سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر واصحاب ابن مسعود وغيرهم من الصحابه، فلم يجد ان يقضي على ذلك بعدالتهم، ولهذا كان علي رضي الله عنه ياتم بكل شهادتهم والصلاه معهم. الذين هم الذين حاربوا الذين عادوهم الوالد، ومع ذلك نص عرب الكرام مع ذلك كان يقبلوا شهادته وكان يصلي معه ويصلي امره بجواز الصلاه خلفه. فاذا هؤلاء الصحابه كانوا متأولين حتى ولو كانوا مخالفين لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، والذي نعتقد ان الحق كان معه. صح؟ فاما ابو بكر ومن جلد معه في القصف لا الذين قذفوا بقى الذين قذفوا يعني قذف سيدنا المغيرة بن شعبة في هناك قصة أن أبو بكر وبعض من كان معه رأوا أحد الصحابة فكأنه يقع في فعل محظور شديد، فلما ذهبوا للشهادة لم يشهدوا بالشهادة الصريحة فجالدهم عمر رضي الله عنه. ليه؟ لأنه لو لم تكن شهادتهم صريحة، صح ولا لا؟ والشهادة بعد مثل هذا لابد أن تكون شهادة صريحة جدا. مع كونهم كانوا قد يعني عادوا الواقعة لكنهم لم يشهدوا. نعم. وبعدين كمان لم تكن هو حتى في رواية في المغني يقولون يعني كان يعني وصفوا شيئا كده مش عايز أقول يعني وصف كده يعني لا يقول صراحة بكون ذلك فعلا خطأ، وإنما قد يكون شبهة وقوع عندهم. فاهم؟ نعم. هو الرواية موجودة بس أنا حتى لو عارف لفظها بس لا أريد أن أقول. يلا ماشي. نعم. فاصبر فأما أبو بكر ومن جلد معه في القصر فإن أخطاره مقبولة لأنهم لم يخرجوا من أخطار القصر وإنما خرجوا خرجوا لكنهم لم يخلفوا المغيرة بل شهدوا ولم تستوفي شهادتهم الشروط، صح ولا لا؟ يعني الشهادة بتاعتهم لم تستوفي الشروط، لا أنهم كانوا قاذفين لهم، صح؟ لم يكونوا قاذفين لهم بل كانوا لم يكونوا قاذفين لهم. فصل من كان معلوما في اسم لم يقبل خبره سواء كان في اسمه او في اسمه.
عدم قبول الشهاده، لكن بعض المتكلمين يقولون ان كان فسقه اولا يعني هو يظن مثلا ان شرب غير المسلم الذي لم يبلغ حد الاسكار لا يكون موجبا للحد، فاشرب بعض الاشياء المشروبات هذه التي هي اصلا اذا شربت كثيرا اسكر اسكرا، لكنه يستمر على ذلك وهو في بيئه هذا التأول صح ولا لا؟ نعم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: قل يا اهل الفاسقين بدم المثبت بينهم او اصيبوا قوما بجهاله. ولم يفرق ولانه اذا لم يفرج التاويل من كونه كافرا او فاسقا لم يفرجه عن ان يكون مردود الفرق. يعني الهذا التاول جعله غير مقبول الخبر الا بعد الاستيثاق منه، صح؟ لا تقبل خبره مباشره بل استوفر الخبر منه، صح ولا لا؟ مصدوق. وان كان مجهول الحال لم يقبل خبره حتى تثبت عدالته، وقال اصحاب ابي حنيفه يقبل. يعني ما هو مجهول الحال الذي لا تعلم هل هو صادق او كاذب؟ تسمع فلان لا يعرفه، خلاص تبحث عنه، فان وجدته يعني عدلا فاقبله، والا فلا تقبل خبره. هذا عند الجمهور، اما عند الامام حنيفه واصحابه فانهم قالوا انه غير مرض، يعني ليس عندنا في ايدينا ما يقرا في كلامه، فكيف نرد خبره؟ نعم؟ والدليل على ما قلناه ان كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العداله كالشهاده. يبقى اذا الفاسق لا يقبل شهادته مباشره بل لابد منه يعني استيقاظ من الخبر، صح؟ فتبين. ومجهول الحال احتمال ان يكون فاسقا كذلك فلا يقبل خبره بل يستوثق منه. نعم. فصل يجب البحث عن العداله الباطله كما يجب ذلك في الشهاده. ومن اصحابنا من قال يكفي السؤال عن العداله الظاهره فإن مبناها على ظاهر حسن الظن، ولهذا يجوز الدخول من العمل. يعني الظاهر الذي يراه الناس، الذي يعلمه الناس، صح؟ ممكن واحد كمان الناس كده سيارته جديدة، لكن إذا سألت في بلده في أقرانه في محل عمله هذا لا يكون ظاهرا جميلا، صح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول يعني الأولى أن تبحث في ذلك أيضا إذا أردت أن تقبل الخبر، ليه؟ لأنه هذا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ذلك في من يا أولاد؟ في الذي يكون راويا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزءا من سلسلة السند الذي يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد فيه من كل هذه الشروط. نعم. فإن اشترك الرجلان في الاسم والنسب وعدل وعدل وآخر فاسد فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلن انه عن العمل. لماذا؟ لاحتمال ان يكون ذلك عن الفاسق، صح ولا لا؟ فاذا لم تستوثق فلا يمكن ان تقبل الخبر. نعم. فصل ويثبت التعديل والزياده في الخبر الواحد. من اصحابنا من قال لا يثبت الا من نفسين كتزكيه الشهود، والاول اصح من ان الخبر يقبل من واحد كذلك تزكيته. طيب، لكن خلوا بالكم انا اميل الى المذهب الاول الذي او المذهب الذي يقول بنفسين. ليه؟ لاحتمال ان يكون تلك النفس بتسعى واحد او الواحد يملك ممكن يكون بينه وبينه خصومه، صح ولا لا؟ فاذا سالت واحدا فاسال الاخر حتى تستوفي. ليست الشهاده في الاموال ما اقل ما يمكن الاختلاف عنه والقول فيه لا يقوم الا برجلين او رجل مرتين، فلذلك في شهادتي كذلك عن اعداد لابد ان اسال اسئله على الاقل منها، صح؟ لان الواحد ده قد يكون بينه وبين ذلك الشخص وصول له. نعم، صح؟ نعم. فصل ولا يقبل التعليم الا ممن يعرف شروط العداله وما يفسر به الانسان، لان لو قبلنا ممن لا يعرف لم نامن ان شهاده أن شهد بعدالة من هو فاسد أو فئة
والثاني يقول لك عدل ممكن ثلاث اسباب. طب هذا لا ليس عدل ليه؟ يقول لك كذا كذا من اخر اسباب. نعم. فاصبر فان روى عن المجهول عدله لم يكن ذلك تعديلا. فان روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك ايه؟ تعديلا. نعم. وقال بعض اصحابنا ان ذلك تعديل. يعني ايه بقى؟ هو رجل عدل لكنه لا يعرفه هو شخصيا، سمع انه عدل لا يكون ذلك تعديلا له، صح ولا لا؟ لابد ان يكون ذلك عن خبر وصبر يغوي ذلك التعديل او ذلك الشجره. انت العارف بس تسالك لنفسك لان فلان اخبرك، صح ولا لا؟ على فكره يا جماعه كل هذا مظنته علم المصطلح، صح؟ نعم. علم الجبر التعديل وعلم الجبر. لكني اقول لك ان هذه المهمه قد افيناها قد ايه؟ لماذا؟ لانها مكتوبه في كتب الجبر والتعديل التي قد ذكرها العلماء، صح ولا لا؟ ذكر العلماء ذلك ونوعوه في كتبهم، صح ولا لا؟ يزي وغيره، صح ولا لا؟ قد بينوا وحكموا على الرجال، صح؟ اما في هذا الزمان فين الكبير والحديث بقى؟ نعم، تفضل. والدليل على فساد ذلك هو ان نجم العدول يرون عن المدرسين والكذابين، ولهذا قال الشعبي اخبرني بحارث الاعور وكان والله كذابا، فلم يكن في الروايه عنه دليل على التعبير. هو روى عن فلان هذا وقال عنه انه كذاب، صح ولا لا؟ هو ليس معنى انك تروي عن شخص ان يكون ذلك الشخص عدلا، صح ولا لا؟ قد تخبر عن شخص لكنك لا تعتقد فيه عداله، صح ولا لا؟ تفضل. فاما اذا عمل العبد بخبره وصرح بانه عمل بخبره فهو تعدل. استنى يا مولانا. فاما اذا عمل العبد بخبره وصرح بانه عمل بخبره فهو تعديل، لانه لا يجوز ان يعمل به الا وقد عدل قوله. استنى بقى، هو رجل عدل روى عن رجل ثم عمل بمقتضى ذلك الخبر، الا يدل على ذلك على انه قد قبل خبر ذلك الرجل؟ ها؟ لان الروايه وحدها لا تكفي، بل لكن العمل قد دل على كونه قد قبل ورضي وعدل ذلك الشخص، صح ولا لا؟ اذا كان اقول لكم على خبر او على حاجه واقعيه من هذا ذلك حديث الخبر الذي روي ونسب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن راوي. وذلك الراوي كان قد روى عن عمر بن الخطاب ان الماء المشمس يقرا استعماله، صح؟ الماء المشمس، الماء ايه؟ المشمس. وذكر العلماء اسم ذلك الشخص، مش فاكر اسمه بالظبط، هو مذكور معروف. ف المحدثون قالوا انه ضعيف فلا يقبل قوله، صح؟ لكن الشافعي قد علم ذلك الرجل وعمل بمقتضى خبره، فقال العلماء فهو ضعيف لهم، اما عند الشافعي فوثقه، اما عند الشافعي ايه؟ الشافعي وثقه، فاذا وما الدليل على كونه وثقه؟ انه عمل بخبره، عمل بمقتضى هل بناء على مشي؟ نعم. هذا تطبيق بقى اصولي اصولي فقهي للكلام الذي نقوله. نعم. وان عمل بموجب خبره ولم يسمع منه انه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا. قال علم ولكن لم يعلم، علم لكنه ايه؟ لم يكن ذلك تعديلا. نعم. استنى كلمه كده عمل بموجب الخبر. استنى. فرق بين الكويشن فرق يعني ايه عمل بموجب الخبر؟ عمل بمقتضى او بمعنى ذلك الكلام لكنه قد لا يكون ايه سمعه منه، لكن قد يكون عنده روايه من طريق اخر، هذا الطريق سنده صحيح، صح ولا لا؟ نعم. لان خلي بالك ليس معنى ان السند ده ضعيف ان الحديث ده ضعيف، قد يكون هذا السند ضعيفا لكنه
وله روايه طريق اخرى قوي. نعم تفضل. لانه قد يعم بنوريا قد يعم بنوريا بالخبر من جهه القياس والدليل الغيب فلم يكن ذلك عليه. قد يعم يعمل ممكن يعمل يعملون قد يعملون يعني قد يكون قاس تلك المساله على مساله اخرى او قد يكون عنده خبر اخر موصول وصحيح عن المقتضاه الذي مقتضى ذلك الخبر. فليس معنى انني اعمل بموجب خبر اخبر به فلان ان فلان صادق صح؟ نعم. باب القول في كيفيه الروايه عن القصر الاختيار في الروايه اختيار من الخبر الى ظهور قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله نظر نظر هي جمال الوجه ها نظر بالوجه اي جمال الوجه نعم نظر الله بان سمع مقالته سمع مقالته فوعاها ثم اداها كما سمع فورب 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 حامل فكر غير فقيه فورب حامل فكر الى ان هو افقه منه. يعني خلي بالك الشيخ في حاجه الأولى إذا كنت راويا أن تطلب اللفظ قالوا إيه؟ لأنك ممكن تكون رواية اللفظ لا تفهم المعنى جدا وإذا سمعه من لم يسمعه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنت سمعته أصحاب النبي أو إلى ذلك يكون الذي سمعه منك أعلم منك صح ولا لا؟ ولذلك احرص على رواية الحديث باللفظ. لذلك تجد جماعة بعض العلماء قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى وقال بعضهم يجوز لكن بشروط قال بعضهم يجوز لكن ايه؟ نعم أهم أن يعلم ذلك الذي يروي الحديث بالمعنى كيفية التعبير عما سمعه وأن يكون كذلك قبل ذلك فاهما لمجموعات الألفاظ التي سمعها بدليل أن العربية صحيحة يعني يفهم دقة ويستطيع التعبير بدقة. أنه قد يفهم لكنه لا يستطيع التعبير. إذا كان كذلك فإنه لا يجوز له إلا رواية الحديث من لفظ. وكذلك هناك بعض الأحاديث لا يجوز روايتها بالمعنى أصلا مثل ماذا؟ مثل مثلا جرائد الكلمة. جرائد الكلمة محفوظ أصلا صح ولا لا؟ دع ما يليق ولا ما يليق محفوظ خلاص. ولا لا؟ إنما الأحكام والنيابة محفوظ خلاص. مش بالمعنى بقى له. وكذلك الحديث التي يا اولاد تكون مظنتها الحفظ مثل ما في الاذان والقرب هذا الاذان مر صح ولا لا؟ ويكون الاذان بالمعنى كذلك يا اولاد ايه التشهد سواء هذا مر ايضا يعني لو قال بالمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الايه او الصور نعم الصور نعم جزاكم الله خير. إذا أقول لك رواية بالمعنى أيضا إن كان ممن لا يعرف ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجد له ذلك لأنه لا يمكن أن يغير معنى الحديث. قال يعني إذا كان هو لا يعرف معنى الحديث فقد يغير المعنى. نعم. وإن كان ممن يعرف معنى الحديث أضاف فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجد أن يروي بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه. يعني اللفظ لفظ الرسول نفسه اذا كان محتملا لا يجوز ان يروى بالمعنى، لابد ان يروى بلفظه. نعم. وان كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان. من اصحابنا من قال لا يجوز لانه ربما كان التعبد منه باللفظ كتكبير الصلاه. يعني هذا مذهب وقلت لك، لكن المذهب الاخر معقول ايضا وهو انه يجوز الروايه ذلك بالمعنى اذا كان ذلك الراوي يعرف مدلولات الالفاظ ويفهم مدلولات الالفاظ التي سمعها. نعم. والثاني انه يجوز وهو الاصح لانه يؤدي معناه فقام مقامه ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصبت المعنى فلا باس. نعم. فصل والاولى ان يروي الحديث لامامه فان روي البعض وترك البعض لم يجد. ان روى البعض ان روى البعض وترك البعض لم يجد. ذلك على قول من يقول ان نقل الحديث بالمعنى لا يجوز ان نقل الحديث بالمعنى لا يجوز واما على قوله من يقول ان ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا
هو او غيره من كتابه مره جاز ان ينقل البعض، وان لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجوز. ومنهم من قال ان كان يتعلق بعضه ببعض لم يجوز، وان كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق احدهما بالاخر جاز نقل احد الحكمين وترك الاخر، وهو الصحيح. ومن الناس من قال يجوز بكل حال. يعني كل اللي انت تقول عليه ان في هذا الانسان ماذا؟ لو انت تروي بعض الحديث. تروي بعض الحديث. اذا انت منعت الوجه عندي بالمعنى خلاص تمنع. انا منعت اصلا لابد ان تذكر الله، يبقى لابد ان تذكر الله في كل حال. فلو قلنا انه يجوز الوجه بالمعنى تشوف هل الجمل متراكبه مترابطه؟ ولا في جمل في حديث يمكن ان تستدل به منها جمله صح؟ يعني مثلا لما اقول لك مثلا ايه؟ بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. طب انا اقول لك استدل على الحج فقط. يبقى يقول ايه الحج؟ لا اقول لك استدل على الصلاه فقط، تقول انا اكتفي. صح؟ يعني الحديث ليس يعني مرتبط جمله بعضها ببعض. لكن لو هي روايه مرتبطه بعضها ببعض فلا يعني يكون ذلك مستحبا ان ترى ان تروي بعضها وتترك بعضها. نعم تفضل يا سيدي. والدليل على الصحيح هو انه اذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغريره. طبعا اذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغريره بالسبب. نعم. لانه ربما عنى عمل الظاهر فيخيل بشرط من شروط فيحل بشرط من شروط الحكم. فيخل بشرط من شروط الحكم فاذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز له. ايوه اذا لم يتعلق بعضه ببعض تعلق بعض الخبر ببعض فهو كالخبرين يجوز له احدهما. نعم. قصد وينبغي لمن لا يحفظ الحديث ان يرويه من الكتاب، وان كان يحفظ فالاولى ان يرويه من الكتاب لانه احفظ. بلى. فان رواه من حفظه جاز، واما اذا لم يحفظ فعنده كتاب وفيه سماع بخط وهو يثبت انه سمع الخبر جاز ان يرويه، وان لم يثبت كل حديث فيه، وان لم يثبت انه سمع هذا الخبر لم يجوز ان يرويه فيه وجهان. يعني يا ولد كل اللي انا بقول لك عليه هنا انك اذا جمعت بين حفظ صدرك وحفظ الكتاب كانت تكسب. صح ولا لا؟ اذا انت تحفظ فالاولى ان تفتح الدرج لان هذا يذكرك. صح ولا لا؟ طيب اذا انت لم تحفظ فلا ولست لا تعرف المعنى جيدا لا يجوز لك ان تروي الحديث الا من يقول. صح ولا لا؟ نعم. فيه وجهان احدهما يجوز وعليه يدل قوله في الرساله. قوله في الرساله يعني قول الامام الشافعي رضي الله عنه. نعم. والثاني لا يجوز وهو الصحيح لانه لم يامن ان يكون قد زور على خطه فلا تجوز الروايه بالشك. يعني هو الكتاب مكتوب عنده لكن لا يدري هل هو الذي كتبه او لا، كتبه منذ فتره طويله. ولا اذا انا الامر من الكتاب واعرف خطي اذكره جيدا يجوز ان تقول ذلك. ليه؟ لانك الذي كتبته، لانك الذي تعرف ما كتبته. تفضل يا سيدي. فصل. فاما اذا روي عن شيخ فاما ان روى عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث لم يصف الحديث. يعني الشيخ قد علمك وذكر لك وروى لك وحدثك الحديث ثم مال وتعب خلاص بقى الحديث انت سمعته منه يلغى هبقى الشيخ مات كده بقى كل اللي يموت. يعني ايه؟ ولا ايه ينفع؟ لو ان شيخا علمك شيئا فمات وخلاص علم الخطا ويقول ان الشيخ علمك حديثا ورواه ثم نسي الشيخ، هل هذا معناه انك يعني ممكن الشيخ قد اصيب بمرض؟ صح ولا لا؟ وقال الكافي من اصحاب ابي حنيفه الكافي نعم يسقط الحديث وهذا غير صحيح لان الراوي عنده ثقه ويجوز ان يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط روايته صحيحه في الظاهر. فاما اذا جحد الشيخ الحديث فكذب الراوي سقط الحديث. نعم هذا بقى كلام تاني خالص.
ان الشيخ هنا ليس مريضا. الشيخ هنا لم ينسى. وانت تقول فلان حدثني، يقول لم احدثك. خلاص صح ولا لا؟ لانه هو قصد القصد القصد الذي رويت عنه. فاذا كذبك القصد الذي رويت عنه لم تكن انت صادقا بحال. نعم. لانه طلع من العمل به. وقال بعض اهل النظر لا يجب العمل به، هذا خطأ.
به او حدثك به او لا ونقبل، لكنه ليس فيه يعني مكانه ومنزله التحديث ولا الاخبار. فما اذا جازه الزاهد، فما اذا كتب اليه حكم المعارف جاز ان يقول كتب الي منه اخبرني كتابته كتابه اخبرني كتابته من اصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لماذا لا يعمل بالخط؟ لانه يمكن ان يقلد الخط، يمكن ان يقلد صح؟ نعم. كما لا يعمل في الشهاده وهذا غير صحيح لان الاخبار مبناها على اسم الخبر. لكنك اذا كنت تعرف خبره خطه كان خطه مشهورا دلوقتي بقى الخط بقى فيه ما يدل على كون خطك او لا كثير صح؟ على كل حال الإمام الشافعي رضي الله عنه كتب الرسالة وأرسل بها إلى من؟ عبد الرحمن بن مهدي. لعل لا. نعم. باب ما يرد به خبر واحد. كيف ترد خبر واحد؟ ما الذي يمكن أن ترد به خبر واحد؟ نعم تفضل. إذا روى الخبر ثقة رد به نعم. يخالف يعني هو الخبر الذي رواه ثقة. الراوي ثقة، لكن هل يرد خبر الثقة؟ نعم، لكن متى في هذه الحالة؟ نعم. أحدهما أن يخالف موجبات الحقوق فيعلم بطلبه أن الشرع إنما يرد بمجوزات الحقوق، وأما بخلاف الحقوق فلا. ليه يا جماعة؟ لأن العقل صدق الله، والوحي نازل من عند الله، فلو أنت أنت تتركب لا تتعارض، فلا يمكن أن تعارض. العقل السليم ابدا صح ولا لا؟ نعم. والثاني ان يخالف نص كتاب او سنه متواتره فيعلم انه لا اصل له او منسوخ. يبقى اذا عندك خبر قطعي نص كتاب قطعي الدلاله، عندك خبر احاد لا يمكن ان يتعارض مع خبر واحد مع قطعي ابدا. ليه؟ أن القطعية مقدم القطعة. نعم سيدي، نعم. والثالث أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. استنى بقى، إذا عرفت قبل ذلك أنه إذا تعارض الإجماع مع الخبر مقدم إجماع صح ولا لا؟ ليه؟ لاحتمال أن يكون ذلك الخبر منسوخا فيه، وما تقول لك قال الله سبحانه وتعالى يعني يسألونك عن خبر الناس يقول في ميت كبير ومنافع للناس. هل هذا معارض بالاجماع او لا؟ نعم، الاجماع على ان الخمر حرام ولا نفع فيها ابدا، اثم كبير ومنافعه لا الناس فيها نفع. ولقد اخبر الله تعالى في ذلك بذلك في القران الكريم حين قال ان الخمر يكسر الانصاب والاذنان برجسون والاجماع قد حدث على ذلك. فان لو قلت هذا اقول لك لا، انا جيد ان اخالف الاجماع، انا اخالف من؟ لماذا؟ هذه الايه الاولى كانت منسوخه صح؟ نعم. رابعا ان ينفرد الواحد بروايات ما يجب على الكفاءه علما الكافه كافه يعني جميع الامه على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد بعلمه من بين الخلق العظيم. استنى، خلي بالك، لو إن شيء يعني ينبغي أن يعلم من الجميع، فرواه أو قال به واحد فقط من العلماء، واحد بس والجميع على خلافه. اذا هذا ما نسميه نحن في حاجه اسمها ندره المخالف. ندره من؟ المخالف نادر. وهذا يدلك على ان الاكثرين معه الحق. صح؟ وقد رأوا ذلك قال مثلا قول احد الصحابه الكرام ان البرد لا يفطر. في البرد الذي ينزل من السماء كالثلج. إذا أكل الإنسان لا يفطر، هذا خلاف يعني
كلام كل الصحابه كده قال لا، وقالوا بعضهم ان النوم لا يقول الوضوء، النوم لا يقول ايه؟ العلماء على ان النوم اما ناقض او سبب النقض، اما هو نفسه ناقض او يكون سبب النقض، لكن لو واحد نام خالص وبعدين قام قال لك بعد ما تقعد يا عم انت لو انت على هيئه المتمكن ونمت خالص انت نايم على يعني ساعتين ثلاثه، هذا مخالف لذلك، وهذا لا يعني كانه لا يقبل، كانه ايه؟ المسلمين نحن ضد رجل مخالف، ضد رجل مخالف. والخامس ان ينفرد بالروايه، ان ينفرد بالروايه ترجما للعالم ان يقبله من المراد، فلا يقبل انه لا يجوز ان ينفرد بمثل هذا بالروايه، اما اذا ورد مخالفا للقياس او انفرد الواحد بالروايه فما يعم بالبلوى لم يرد، وقد حكينا الخلاف في ذلك. ايوه هو ذكره ابن ذلك فيما تعم به البلوى فيما يكثر احتياج الناس اليه. ها؟ لانه جميع الناس احتاج اليه. نعم. قصد فاما اذا انفرد بنقل الحديث الواحد لا يرويه غيره لم يرد خبره، وكذلك يعني لو انت لن تجد الحديث الا عند هذا ماشي مش مشكله، يمكن هو اللي سبب الواحد صح؟ وكذلك لو انفرد باسناد ما ارسله غيره او رفع او رفع ايه؟ او رفع ما وقفه غيره، رفع ما وقفه غيره يعني الحديث اذا كان موقوفا على اصحابي ف الصحابي قالوا ده الرسول نفسه قال يجوز مشكلة صح ما دام عدلا ما دام ايه؟ ما دام الراوي عدلا نعم او بزياده لا ينقلها غيره قال بعض اصحاب الحديث يرد قال بعض اصحاب ابي حنيفه لم تنقل الزياده لا اذا تنقل اذا تنقل الزياده نقل الاصل لم نقل الاصل لم يكفل هذا خطر انه يجوز ان يكون احدهم سمع الحديث كله والاخر سمع بعضه او احدهما سمعه مسندا او مرفوعا والاخر سمعه مرسلا او موقوفا فلا تنسى روايه الثقه لذلك. الكلام كله على عدله اذا كان هذا عدلا فروى بعض الحديث ممكن هو يسمعه كده صح؟ او روى عدل الحديث او روى يروي صدر الحديث او رواه موقوفا يمكن سمع الصحابي بس بيقول ولم يفقد الى انه رفعه للرسول. فاذا ما دام هذا ثقه فان حديثه مقبول. اذا هو ايه؟ ثقه. نعم. باب الخوف في ترجيح احد الخبرين على الاخر. لا كلام مهم جدا ولد اصولي. نعم. وجملته انه اذا تعارض خبران وامكن الجمع بينهما وتقديم احدهما على الاخر في استعمال فعل. وان لم يكن ذلك وامكن نسخ احدهما بالاخر فعل. على ما بينتم من باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، وإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، الترجيح في الخبر يدخل في موضعين. استنى بقى، يبقى إذا عندك الحديث أو لو أنه لابد أن يكون الخبر ده غني ثبوت وغني بلاد خلاص؟ لأنه لو كان في قطع لابد أن يقدم القطع على الظن مفيش مشكلة. الظن إيه؟ الأول الجمع بينهم يعني وجوب الجمع. فإن لم تستطع الجمع فإثبات النسخ بتاع التاريخ أيهما كان مقدما أيهما كان متأخرا فالمتأخر نسخ من ما دمت لم تستطع الجمع بينهما ولو بوجه. فإذا لم تثبت لم تستطع الوصول إلى التاريخ ولم تستطع الجمع بين الدين ماذا؟ الترجيح ترجع احدهما على والترجيح قد يكون من طريق السند وقد يكون من طريق المتن وقد يكون من ترجيح خارجي. الترجيح قد يكون من طريق الايه؟ السند قد يكون من طريق المتن وقد يكون من مرجح خارجي. نحن الان نتكلم عن ماذا؟ عن الترجيح بطريق السند. هناك مرجحات في السند يعني في الروايه في الرجال هناك مرجحات في المتن لا نتكلم عليها ده. هناك مرجحات في خارج السياق لا نتكلم عليها ده. وهناك مرجحات في المتن في السند وهذا نتكلم عليه ده. خلاص شيء؟ نعم تفضل. فالترجيح في الخبر يدخل في موضعين احدهما في الاسناد والاخر في المتن. لا قال لك احدهما في الاسناد والاخر في المتن. نعم. اما الترجيح في الاسناد لا هذا ما نتكلم عليه ده. نعم. من وجوه احدهما ان
الكبيره فتقدم الروايه الكبيره قدموها تقدم الروايه الكبيره لانه اكبر. نعم اكبر يعني ايه يا اولاد؟ اكثر ضبطا صح؟ واحد طفل كان وقت التحمل واحد بالغ كبير وقت التحمل هو مقدم كبير كبير انه اضبط. نعم لهذا قدم عبد الله بن عمر روايته في الافراد على روايه على روايه انس بن مالك رضي الله عنه وقال ان اناسا انس كان صغيرا يتولج على النساء وهن منكشفات وانا اخذ بزمامنا يعني انس كان صغير واخلان يعني روى هذا الكلام وانا كنت كبيرا يعني ايه؟ يعني امشي امامه يعني هذا يدل على انه جاهل صح؟ ويقول لك يتولج على النساء يدخل على النساء غير ايه؟ غير المحجبات لكن لسه صغير صح ولا لا؟ شفت يا شيخ قال لك دلوقتي الاكبر سنا اضبط نعم والثانية يكون عدوها أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه أعرف بما يسمع. نعم أفقه هذا أفقه أكثر فقها. نعم والثالث أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى على أقرب يعني في المجلس أو أقرب في كيفية الفهم. ها؟ نعم ورابعا أن يكون أحدهما مباشرا بالقصة أو يتعلق بالقصة به فيقدم لأنه أعرف من الجانب أجنبي واحد حدث لي كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد سمعت أن رجلا حدث له كذا. صاحب القصة يقدم. نعم. كل هذا فين؟ في السنة، صح؟ نعم. والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر. أن أصحابي قال الخبر خبر وهو 10، الخبر وهو 2. صح؟ قدم خبر نعم. لا هنا ليس كما ترى. ولا أحد لكن رواته اكثر. نعم. من اصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهاده بكثره العدود بل اول واصح لان قول الجماعه اقوى في الظن وابعد من الشك ولهذا قال الله تعالى ان تضل احداهما بلى تضل احداهما فذكر احداهما واذا الترجيح قد يكون بكثره الرواه. نعم صح لا؟ الترجيح قد يحدث لكثرة الرواية، طبعا هو طبعا هذا في خلاف لكن انا بقول لك هذا هو الراجح. نعم. فسادس ان يكون احد الراويين اكثر شهرة فروايته اولى لانه اعرف بما دام من السنن. السنن، يعني واحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كبيرة، واحد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا في حجة الوداع. وهذا روى وهذا روى، يوم يقدم صاحب الصحبة الطويلة. ولهذا وان كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يروي حديث كثيرا الا ان روى فهو اقوى صح ولا لا؟ انا ولم يكن لانه كان ترى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله من كثره الايه؟ المصاحبه. نعم. ولهذا جعل هديه وهدي عمر بن الخطاب من السنه. صح؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الذين بعده هدي بكر وعمر بالاخرى ابي بكر وعمر واسلام رضي الله عنه. نعم. والسابع ان يكون احدهما احسن سياقه للحديث فيقدم حسن سياقته بالخبر. ماشي يعني كان كلامه هذا اقرب الى الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامن ان يكون احدهما متاخر الاسلام فيقدم لانه يحفظ اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان واحد روى حديثا ثم نسخ هذا الحديث. فالذي كان متاخر الاسلام سمع الحديث الناس اما الذي كان متقدما فقال حديثا قد نسخ صح ولا لا؟ كذلك ان كان احدهما متاخر الصحبه والاخر متقدم الصحبه متقدم الصحبه متقدما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فروايه المتاخر منهما تقدم وقال بعض اصحاب ابي حنيفه لا يقدم بالتاخير لان المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فساوى المتاخر خلي بالك ده هنا بكر برضه كويس. ليه؟ لأن الاثنين سمعوا والاثنين عاشوا كده نهاية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم. وهذا غير صحيح لأنه إن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق في التأخير.
سماعا المتقدم يحتوي الاخيره والتقدم. ايوه صح كلام جميل جدا. هو بيقول لك الاثنين احدهما عاش مع الرسول مده اقرب والاثنين عاش الى ان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم الله اعلم به ولا اعلم به. ف بعض اصحاب الحديث يقول لك لا هنا لا يقدم احدهما على الاخر لان الاثنين كانا موجودين الى ان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا الذي كان متقدم الصحبه يمكن ان يكون سمعه في اول الاسلام لكن متاخر الصحبه لا يمكن ان يكون سمعه في اول الاسلام. هذا ترجيحا لروايته التي هي ناسخه لما تقدم من الخبر. نعم. سماع المتقدم يحتمل التاخير والتقدم كما تاخر بيقين اولى. لهذا قال عبد الله بن عباس كنا ناخذ من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فالاحدث. نعم كنا ناخذ اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث فالاحدث. نعم. تسمع ان يكون يعني الاحداث هذا قد يخصص الاقدم وقد ينسب الاقدم ويخيل الاقدم. نعم. تسمع ان يكون احد الراويين اورع احتياطه في النقل. نعم هذا مختار في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعاشر ان يكون احدهما فاضطرب لفظه والاخر لم يضطرب فيقدم ما لم يضطرب لفظه لان اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه. يعني اضطراب لفظه؟ مره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو جالس، قال هو قائم، قال هو في مكه، قال في المدينه، هذا اضطراب. هذا ايه؟ اضطراب. واحد كان لا هذا لم يكن الا في كذا. هذا اي عدم اضطراب. يقدم من؟ يعني يقتل ثاني. نعم. حادي عشر ان يكون احد كل ذلك انت ترجيحات فين يا اولاد؟ السند. السند. بسم الله ما شاء الله. نعم. ان يكون احد الخبرين من روايه اهل المدينه يقدم على روايه غيرهم لانهم يرون افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه التي مات عليها وهم اعرف بذلك من غيرهم. نعم. تقدم خبر اهل المدينه طبعا زمالكها فيما كانت المقولات المستمره، فيما كانت المقولات الايه؟ المستمره. يعني في كثير من الاذان في صاحب رسول الله في مد رسول الله طبعا لان هم دول هذه بيئته لكن في الاجتهاد دول الشهاديه لا يقدمون. نعم. والثاني عشر ان يكون راوي احد الخبرين قد اختلفت الروايه عنه والاخر لم تختلف عنه الروايه فاختلف اصحابنا في ذلك فمنهم من قال قد تعارضوا الروايتان عن من اختلفت الروايات عنه تسقطان وتبقى روايه من لم تختلف الروايه عنه ومنهم من قال ترجع احدى الروايتين عن من اختلفت الروايه عنه على الروايه الاخرى بروايه من لم تختلف عنه الروايه. نصر الاولى ان الروايه الثابته التي لم يكن فيها اختلاف اصلا هي الاقل الاخر. لان هذا يختلف وهذا لم يختلف فتتسقط ليه؟ اما احنا نقول ان الروايه هذا ثابته ولم يحدث فيها اي اختلاف يبقى اذا هي اوثق. صح ولا لا؟ اذا كنت ترجح الان لو كان الكلام عن الجمع استطعت ان تجمع فجمع. الان نتكلم عن ماذا؟ عن الترجيح الجمع الترجيح. اذا كان هذا في اختلاف وهذا ليس في اختلاف اذا فالروايه الذي ليس في اختلاف اكثر قوه ارجح بس فصل مما ترويح المعلومات وخلوا كل هذا فين؟ في المرجحات في السند. كان حامد مجرح مرجحات في السند. خلاص؟ فصل مما ترويح المتن فمن وجوه احدها ان يكون احد الخبرين موافقا لدليل اخر من كتاب او سنه او قياس فيقدم على الاخر لماذا؟ لانه ليس حديثا وحده وانما هو معارض بغيره. عندك حديثين هل تستطيع الجمع بينهما؟ لم تستطع اثبات النسخ بينهما ترجح احدهما على الاخر. واحد موافق للايه؟ للقياس، الاخر لا يوافق القياس، يقدم موافق القياس. نعم. والثاني ان يكون احد الخبرين عمل به الائمه. الائمه يعني الائمه الخلفاء الاربعه. نعم. ايوه يعني في خبرين
واحد عمل من الصحابه ده هم الاطراف الاربعه صح ولا لا؟ والثاني مثلا لذلك خلي بالك المرجحات التي ارجحت بها في الصبح عارفين ايه؟ انها اذا كان اخر الامرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عمل بذلك الخلفاء الاربعه. ها؟ عمل بذلك الخلفاء الاربعه اللي هو قنوت الصبح مقنوط فيه. ذكر النووي رضي الله عنه وارضاه ان ماذا؟ ان هذا كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تجمع به الاحاديث، وهذا الذي عمل به الخلفاء الاربعه. عمل به يدل على انه كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثالث ان يكون احدهما يجمع النطق والدليل. اما الاربعه اولى مما يجمع احدهما لانه ابلغ. النطق والدليل، النطق والمفهوم يقصد. يعني واحد متوافق مع نطقه مع مفهومه اكثر يعني بيانا في بيان جدالته يبقى هو اول صح؟ نعم. الرابع ان يكون احدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق اولى من يعني يكون في انت الحديث ده يدل على الحكم نصا، هذا الحديث يدل على الحكم مفهوما، ايوه بتقدم اللي يدل نصا انه نطق رسول الله مش في حاجه اسمها مفهوم في حاجه اسمها منطوق يا جماعه. خدنا ناخد بالنا فالذي يدل بمنطوقه اولى من الذي يدل مفهوم. نعم. ماشي هو كده والله هو مصطلح حاجتين مع بعضهم. نعم. الرابع ان يكون احدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق اولى من الدليل لان النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. الدليل هو مختلف فيه يعني ايه؟ مفهوم دلالته الحديث ليس مجمعا عليه. نعم. الخامس ان يكون احدهما قولا وفعلا والاخر احدهما فالذي يجمع القول والفعل اولى لانه اقوى لقدره الدليلين وان كان احدهما قولا والاخر فعلا فبه اولى وقد نظر قد نظر في باب الافعال. والراجح انه يقدم قول على الفعل صح؟ نعم. السادس ان يكون احدهما قصد به الركن والاخر لم يقصد به الركن الذي قصد به الفهم اولى من الذي لم يقصد به الركن لانه ابلغ في بيان الغرض من خلي بالك ان احنا مش بنقول يا جماعه العبره بامر الله ده بخصوص السبب. نعم. اذا انت بقى عندك حديث في خصوص السبب يكون اولى من الحديث الذي جاء بالعموم اللفظ صح؟ نعم. والثاني ان يكون والسابع ان يكون احدهما ورد على سبب والاخر ورد على غير سبب والذي ورد على غير سبب اولى من الذي ورد على سبب لانه متفق على عمومه والذي ورد على سبب متفق في عمومه. لماذا؟ قد يكون الذي ورد على ذلك السبب خاص بذلك السبب صح؟ أما الذي ورد على عمومه فهو يعم ذلك السبب وغير ذلك السبب صح؟ تفهم الحكاية؟ نعم. الجمع أن يكون أحد الفقرين قضى به على الآخر قضي به على الآخر قضي قضي به على الآخر فالذي قضي به منهما أولى لأن يعني بص يعني خد البيع على الارض يا جماعه. نعم؟ الاثنين صح. لو انت قضى اي قضى به رسول الله. قد قضي اي قضي به ويعود الضمير كذلك على رسول الله. لكن الاولى ان تكون قضي، ليه؟ لانه لم يسبق فاعل. صح ولا لا؟ نعم. بس هو الفاعل الفاعل معروف، الفاعل هو من صاحب الشريعه. لو هو خبر قدامك اهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الخبر بخبر اخر. ازاي بقى؟ لما يقول كنت هيكون عن زياره القبور الا فزوروها فزوروها ده يطلع على الخبر الاولاني صح ولا لا؟ يقول لي زياره القبور الله ازاي؟ قال لك كنت هيكون يعني واحد يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور رشد وفي تاني يقول لك كنت هيكون الا فزوروها طب انا اعمل ايه؟ ما هذا الحديث الثاني قضى على الحديث ايه؟ الاول صح ولا لا؟ نعم. التاسع ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفي فيقدم الاثبات على النفي لان مع المثبت زياده علم والاخر روايات اولى. نعم. العاشر ان يكون احدهما نفيا والاخر استنى يعني بقول لك ايه؟ اثبات بنفي، النفي عدم العلم، الاثبات زياده علم فيقدم الاثبات على النفي. نعم. وقال لك لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا. ورايت واظني في كذا. خلاص. انت لا تعلم كذا ولا تشكوش. نعم.
العاشر يكون احدهما نقلا والاخر ربيا فالنقل ربيا لان خلي بالك ممكن الحكم يكون مثبت الحاله الذي يعني ثبت فيها ممكن يكون مغير الحال فالخبر الذي غير هذا ايه؟ اولى ليه؟ لانه ان الاصل ان الشريعه تثبت الاحكام على خلاف الاصل صح؟ الاصل ان الشريعه تثبت الاحكام على خلاف الايه؟ الاصل يعني واحد يقول لك مثلا ايه؟ الاصل ان كل المشروبات حلال صح ولا لا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تشرب في المزفر خبر ناقل ليس كل اناء تشرب فيه صح؟ يبقى الاصل ان كل الانيه يجوز ان تشرب فيها لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انيه الذهب يبقى هذا حكم ناقل ولا حكم مثبت؟ ناقل صح ولا لا؟ لان الاصل ان الفضه الاصل انها الى ممكن ان تصنع عنه صح؟ فجاء الخبر نقل ذلك هذا الذي يثبت حكما جديدا الخبر الذي يثبت حكما جديدا هذا يقدم على الخبر الذي يثبت ها فاهم شيء تفهم مع مشكلة نعم خلي بالكم الاحكام الشرعيه كلها كده لو انت بقيت على الاصل براءه الاصل اذا ليس معك دليل اذا معك دليل فهذا يطلق على الاصل صح ولا لا؟ الحادي عشر أن يكون في أحدهما احتياط فيقدم على الثاني احتياط فيه لأن الأحمر والدين أسفل. يبقى إذا يا ولاد إذا رأينا أن خبر في احتياط خلي بالك الاحتياط من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه أو نقول إنها من الأدلة الاستثنائية أو الأدلة الاستئناسية. هناك أبحاث علمية مذكورة في أن الأحمر مقدم لأن فيه صيانة للدين. صح؟ نعم. الثاني عشر أن يكون قضي الحق والاخر يقضي الاباحه ففيه وان كان انه احدهما انه انهما سواء ثانيا الذي يقضي الحظر اولى وهو صحيح انه احمر. يعني لو ان الخبر مبيح وخبر حاضر ايهما المقدم؟ الحظر ليه الحظر؟ انه احمر في الدين. احمر فيه؟ الذي يحوطك من الدين تعمل به اولى من ان تعمل به ان طيب احنا كده عندنا كم صفحه كلمه شويه اكثر شويه صح؟ طيب احنا ان شاء الله يا جماعه كده ممكن نحط عند الاجماع هو ان شاء الله نستاذنكم بقى نقف في الامتحانات ممكن نقول يعني شطار نقف عشان الامتحانات ولا